بون جور دو ميامي تشيت، واحد الاجواء ما بقيتوش عشوها من ايامات المونديال. كما كنوعدكم وكنوعد ولاد الدغب، اي تظاهره تكون لعبه فيها المغرب، واخا نكون في اوروبا نجي، كنت في افريقيا نجي، كنت في المكه نجي، خاصني نعيشها مع ولاد الدغب. كما قلت لكم ايامات المونديال، كاين اللي كيوحل في 100 ريال باش يمشي للقهوه، كاين اللي نتوما عارفين، كاين اللي ما عندوش التلفازه، كاين اللي ما عندوش بي ان سبور، حنا براسنا ما عندناش في الدار، يعني كاين اللي صعيب باش يتفرج. وفاش كنت في طاليان كما قلت لكم داك العام، فكرت انني ندير شي حاجه اللي نتفرج فيها انا ولاد الدغب كاملين، اللي عنده الفلوس الله يسهل عليه يمشي للقهوه، واللي ما عندوش حتى هو يتفرج. وفي المونديال كنا جبنا تلفازه كبيره، وهذا العام بغينا نبدلو، كما راكم عارفين تفضفضنا شويه مع المعغيه واللعيبات، شو جايبين مثلا شو صحاب العلوم الحياه والارض هما اللي يعرفوا هادي، وانتوما هانتوما غتشوفوها معانا. باغي يخرج لنا على كلشي. الف ريال شنو هو دابا؟ الحم هادي ديال الحم 30 درهم صافي، ادخل ما غاتحلش غنعطيك 1000 ريال، غنشريو ب 1000 ريال، سير خل هاي زين. صوت تاع اليوم ما خداش 1000 ريال. نتمنى ان يتكرر هذا السيناريو في كاس افريقيا، شكلت عقده للنخبه المغربيه على مدار العقود، لا اتكلم عن السنوات ولكن على مدار العقود الماضيه. كيف للمغرب بعود ورجوع مميزه، وهذا طبيعي لانك تتكلم على لاعب عنده خبره كبيره يعرف كيف. حمزه مول الابرار، احنا عندنا بريسه وعندنا كارسون براد، عندك ب 240 او كيحسب لنا الكاس بدرهم، على غلا على مسكينه. طيحت عليه البقا اصالح ماشي غايسد هذا صافي، هذه هي الاخر عليه. وغندنا شي صينيات، غير الصينيات باش نشدوك ليان الماتش الجاي. هاك عمر لي الكيسان، عمر لي الكيسان اصالح، غتودر لي الكيسان هذا. ميامي تشي الحمد لله، واخا تسخسخنا ها نتوما شحال ديال المصامر، كان البرد وشتينا ديك اللعيبه لصقناها بزز في الحيط، وحنا ما كناش كنعرفوا ولاد اللعيبه. طاطا شو وش
قاتلنا ودغناها، ولكن الحمد لله كلشي كيتفرج وكلشي ناشط والمغرب غير اجي تشوفوا واش من المسيرة 3 تحية شوف 5 دقائق جاو كيجي.